طمأن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح الموظفين والمتقاعدين بشأن رواتبهم، وقال أن رواتب الموظفين من أولويات الحكومة ولديها إجراءات مالية لن تؤدي إلى تعثرها. وأضاف صالح أن خياراتنا لمواجهة الوضع المالي تتجه نحو ضغط النفقات، مبينا أن هناك فريق يعمل مع المجلس الوزاري لإعادة هيكلية مصروفات الدولة، وتابع أن موضوع طبع العملة مجرد رأي شخصي ومقترح لا ينسجم مع قانون البنك المركزي.